الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبائي في الله، فهنا ملاحظة يقع فيها بعض الرجال وبعض النساء، حيث أنهم إذا دخلوا محلا تجاريا ورأى هذا الرجل امرأة تبيع في هذا المحل، أو امرأة دخلت محلا تجاريا ورأت رجلا يبيع، فللأسف يحصل بين الطرفين، بين هذا الرجل أو هذه المرأة وهذه المرأة وهذا الرجل، ضحكات ومزيحات، وهذا أمر لا يجوز، لأن هذا باب للشيطان أن يوقع بين هذا الرجل وهذه المرأة الفحشاء. لذا قال الله عز وجل في كتابه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان إذا أراد أن يوقع إنسانا في الحرام مشى خطوات، خطوة خطوة، حتى يوقعه في الحرام، لا يقع في الحرام مباشرة. وكذلك فيما يتعلق بالزنا، عافانا الله وإياكم، فقد قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. إذن الزنا لا يأتي مباشرة، وإنما يكون في خطوات. وبالتالي هذه الضحكات وهذه المزحات التي نراها من بعض الشباب أو بعض النساء في المحلات التجارية، أو للأسف في الجامعات، أو حتى في المستشفيات، فهذا أمر لا يجوز، هو باب إلى الحرام. أرأيتم المساجد وهي أفضل البقاع إلى الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها. فكلما اقترب الرجال من النساء أصبح شرا. انظر في المسجد وسمى اقتراب الرجال من النساء شر، لأن المرأة إذا دخلت المسجد فصفها يبدأ من الأخير، فكلما اقتربت، بينما صفوف الرجال تبدأ من البداية، فكلما حصل قرب بين الرجال والنساء أصبح شرا. فكيف إذا كان هذا الاقتراب في مستشفى أو محل تجاري أو جامعة أو أي مكان، سوق خضار أو، فهذا أمر جد خطير. فكل منا يراجع حساباته، وننصح الرجال أن يشتروا من الرجال، وننصح النساء أن يشترين من النساء. والأمر الآخر، إذا دعت الحاجة أن يشتري الرجل من المرأة أو المرأة من الرجل، فليختصروا الكلام ما استطاعوا، فقط يتكلموا باختصار عن الموضوع الذي يخص هذه البضاعة، ثم بعد ذلك كل ينفض، ولا يصاحب ذلك، لا خضوع في القول كما قال الله: ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يصاحب ذلك كلام زائد عن المطلوب. هذا ننصح به إخواننا وأخواتنا ألا يقعن وألا يقعوا في هذا الحرام. والله الهادي والموفق، والسلام عليكم ورحمة الله.